السلام عليكم. هلو برايمري 5. بقى هنبدا مع بعض الكونسبت 2. طبعا احنا عندنا اليونت دي كلها بتتكلم عن الليفنج اورجانيزمز والايكو سيستم والانرجي فلو. طب احنا ليه كنا في الكونسبت 1 اتكلمنا عن البلانتس؟ لان البلانتس قلنا هي اللي بتعمل فوتو سينس بروسيس وهي اللي ميك ذير اون فود، والبلانتس هي المين سورس اوف فود فور اول ليفنج اورجانيزمز. يعني كل الليفنج اورجانيزمز سواء انيمالز او هيومن او بيردز depend on plant، بيعتمدوا على البلانت. كان لازم نتكلم عن البلانت والنيدز اوف بلانت، بلانت محتاج ايه to grow and survive، علشان نتكلم بعد كده عن الايكو سيستم. بعد كده عندي concept 2 energy flow in ecosystem. يعني ايه energy flow in ecosystem؟ هو firstly اصلا هو يعني ايه ecosystem؟ ecosystem ده المكان اللي بيعيش في living organism. احنا قلنا في primary 4 في ساعات يقول لي environment او habitat او ecosystem لما بيجي describe او يوصف المكان او the place where the living organisms live. فالايكو سيستم هو area or community that contains living organisms and non-living things. ايه هو الايكو سيستم؟ area او community، المكان that contains living organisms and non-living things. مكان طبيعي ربنا خلقه كده فيه living organisms و non-living things interact with each other. interact with each other يعني living organisms و non-living things دول بيتفاعلوا مع بعض وبيحتاجوا بعض في الايكوسيستم. يعني for example عندي مثلا، هنا لو قلنا دي مثلا عندي forest فبيبقى فيها living organisms زي هنا شايفين الانيمالز او الزبرا، في التري وفي الجراس، والنون ليفنج ثينجز مثلا زي الاير هنا، زي الووتر وزي السويل. طبعا عندي هنا مثلا الاوشن، الاوشن برضه هو عباره عن ايكو سيستم فيه ليفنج اورجانيزم زي ما احنا شايفين ديفرنت كايندز اوف فيش، وعندنا الووتر كنون ليفنج، وعندنا السي فلور هنا كنون ليفنج. فهنا في انتراكشن بتوين الليفنج اند نون ليفنج ثينجز، فبيحصل ما بينهم energy flow. يعني ايه energy flow؟ يعني احنا الانرجي بتتنقل ما بين living organisms in the form of food. هنا بنتكلم عن الانرجي اللي بيحتاجها living organism to do activities. انت عشان تذاكر، عشان تجري، عشان تلعب، عشان تعمل اي حاجة you need food. الفود ده بقى هو source of energy for your body. زي ما قلنا الكار بتحتاج الفيول اللي هو البنزين، ان الفيول هو السورس اوف انرجي فور ذا كار. في الكونسبت ده بقى هنشوف الفلو اوف انرجي، ازاي الانرجي بتتنقل بين الليفنج اورجانيزمز وبعضها. فور اكزامبل عندي هنا لو جبنا مثلا هوك، الهوك دوت بييت الرابت. طيب يبقى الهوك جيت فود فروم رابت، يبقى الهوك جيت انرجي فروم فيدنج اوف رابت. يبقى هو وين ايتس رابت الفود بتتنقل للهوك في صوره الانرجي، بتنقل للهوك في صوره الفود اللي هو اكله ده. طب الرابت جاب الفود منين؟ الرابت هنا ايت الجراس، في جراس، في حشائش هنا الرابت بياكلها، يبقى الرابت بيجيتس الانرجي بتاعته من الجراس. طب هو الجراس جاب الانرجي بتاعته منين؟ الجراس ده بلانت، والبلانت زي ما قلنا في كونسبت 1 ميك فوتو سينس بروسيس تو جيت اتس فود. يبقى الجراس بيعتمد على الفوتو سينس بروسيس. طب الفوتو سينس بروسيس بتعتمد على ايه؟ على الصن. يعني احنا كده ماشيين في سيركل، كل ليفنج اورجانيزم بيعتمد على اللي تحتيه، على اللي تحتيه لحد ما نوصل في الاخر للصن. يبقى الصن هي المين سورس اوف انرجي، هي المصدر الاساسي. طب الهوك دوت في حد ممكن ييت الهوك؟ في سام بريديتورز كده قليلين ممكن اتاك او يقدروا يهاجموا الهوك او ايه يكوز ديث اوف هوك، يموت الهوك. طب بعد ما الهوك ده بيموت بقى بيروح فين؟ افتر ديث اوف هوك بيحصل له ديكومبوزنج، بيتحلل. في ليفنج اورجانيزمز تانية اسمها ديكومبوزرز بتعمل ديكومبوزنج، بتحلل بقى جسم الليفنج اورجانيزم دوت وترجعه تاني للسويل في صورة نيوتريانس اللي محتاجها البلانت. يبقى كده بيجي البلانت ياخدها عشان يعمل فوت سينس بروسيس. يعني احنا ماشيين كده في حاجة اسمها ايه؟ سايكل. بنمشي في حاجة اسمها سايكل. طيب تعال برضه نشوف هنا كده الانيمالز اللي حوالينا. الانيمالز كان ايت وات؟ يعني انت عندك لما نيجي نتكلم مثلا عن الاكزامبلز اوف ايكو سيستم، زي ما قلنا مثلا ممكن يبقى عندي الديزرت ايكو سيستم. ديزرت ايكو سيستم ليه؟ عشان فيها ليفنج اورجانيزمز وفيها نون ليفنج ثينجز، وهي مكان طبيعي ربنا خلقه في حاجات مختلفه. الاوشن ممكن يكون ايكو سيستم، لان الاوشن برضو مكان كده مع نفسه في ليفنج اورجانيزمز ونون ليفنج ثينجز. الفورست والرين فورست، التاندرا، دي حاجات كلها عباره عن ايكو سيستم. طيب الايكو سيستم ده هيوفر ايه لاي بلانت، لاي انيمال او اي ليفنج اورجانيزم؟ اي ليفنج اورجانيزم بيعيش في الايكو سيستم بيحتاج الفود والووتر والشيلتر. بيديله فود ووتر شيلتر. يبقى عندي بقى الهيلثي ايكو سيستم. يعني ايه هيلثي ايكو سيستم؟ يعني ايكو سيستم كويس كده وطبيعي وما فيهوش اي مشاكل،
هيوفر ايه للليفنج اورجانيزم؟ هيوفر له فود ووتر اند شيلتر. شيلتر يعني مأوى بيعيش فيه. يبقى الهيلث ايكو سيستم بروفايدز ذا ليفنج اورجانيزم، بتدي ايه للليفنج اورجانيزم؟ فود ووتر اند شيلتر. طب تعالى كده نشوف وات دو انيمال ايتس، يعني الانيمال ايت حوالينا. مثلا الكراكال اللي خدناه في برايمري 4 ده بيعيش في الديزرت. الكراكال ايتس رابت، ايتس مايس اللي هو جمع ماوس يعني. فالكراكال بيعيد انيمالز اصغر منه. الرابت ايتس جراس، بييت الجراس. الرابت بنسميه هيربيفورس، كائن بياكل الهيربس او الجراس. البيردز بتيت الورمز، الديدان بيردز بتيت ورمز. طب الريليشن بقى ما بين الكلام ده كله وبعضه، مين بييت مين والكلام ده كله، هنشوفه في حاجه اسمها فود تشين. بس طبعا نكون عارفين ان المين سورس هي الصن، لان هي اللي هياخدها البلان تو ميك فوتوسينثيس بروسيس. طب احنا محتاجين الانرجي في ايه؟ احنا ليه بناكل؟ احنا كهيومن كانيمالز ايت واي ليه بناكل؟ طبعا انت ايت تو جيت انرجي، يو ايت تو جيت انرجي. طب الانرجي انت محتاجها في ايه؟ الانرجي محتاجها ان اول اكتيفيتيز، تو دو اول اكتيفيتيز ان اور لايف بنحتاج الانرجي فروم ذا فود. يعني طبعا حتى واحنا نايمين بنحتاج انرجي، يعني في اكتيفيتيز بتنيد ا لوت اوف انرجي، بتحتاج انرجي كتير، زي الرننج، زي الدوينج اكسرسايزز، دي بتحتاج a lot of energy. في activities تانية بتحتاج يعني ايه little amount of energy، زي sleeping، او احنا بنحتاج energy احنا نايمين ناس، بس بتبقى ايه little amount of few amount of energy. لكن واحنا بنجري مثلا، when you run، when you do exercises، او when you do hard work، you need a lot of ايه a lot of energy. But all activities in our life need energy. All activities need energy. واحنا we get energy from ايه؟ from food. We get energy from food. طب الفود ذات وي ايت بقى زي ما قلنا، سواء كان بلانتس او انيمال، البلانتس ديبند اون ذا صن، تعتمد على الصن تو ميك فوتوسينس بروسيس. So we can say that the sun is a primary source of energy for all living organisms. How؟ ازاي اقول ان الصن هي السورس اوف انرجي للانيمالز؟ Because animals eat plant which make photosynthesis process by the sun. طب ازاي الهيومن المين سورس اوف انرجي فور هيومن از ذا صن؟ Because human eats plants which make photosynthesis process by the sun. يبقى احنا كده عندنا plants بتعمل photosynthesis process depending on the sun، وتيجي الانيمالز والهيومن بيدبند اون plant. يبقى احنا كده كمان indirectly، يعني بشكل غير مباشر، depend on the sun. اوكي طيب ليه بقى الانيمالز والهيومن depend on plant؟ ليه احنا because we can't make photosynthesis process. Many of reason animals and the human depend on plant in getting food because they can't make photosynthesis process. احنا ما بنعرفش نعمل photosynthesis process so we can't make our food. طبعا الانيمالز عندنا هنلاقي في animals eat plants only، زي الرابت eats plant. في animals eat animals ثانية، زي مثلا عندي الكراكال، اللاين، التايجر اللي هي كل البريديتورز. في انيمال ايت انيمالز اند بلانتس، في هنلاقي ليفنج اورجانيز ثانية ايت انيمالز اند بلانتس، زي الهيومن. يعني الهيومن بياكل انيمالز وبياكل بلانت، ف وي جيت انرجي فروم ايتنج انيمالز اند بلانتس. اوكي طيب نيجي بقى هنا، يبقى طبعا احنا كده بنتكلم ان الفوتوسينس بروسيس هي اهم بروسيس، عشان كده قلنا في الكونسبت اللي فات هي اهم بروسيس بتحصل اون ايرث، لان احنا عندنا البلانتس. اف ذا بلانتس كانت ميك فوتوسينس بروسيس، the plant can't make food, the plant can't grow, the plant will die, so the animals and the human will die. يبقى لازم، عشان كده احنا دايما المفروض نهتم، كل الدول بتهتم بان هم يعملوا planting a lot of plants، يعني يزرعوا plants كتير عشان تعمل photosynthesis process، علشان تدينا الاكسجين، وعشان كمان الانيمالز تلاقي الفود بتاعها، واحنا كمان نلاقي الفود بتاعنا to do our activities. طيب ايه بقى الفود تشين اللي قلنا عليها دي؟ احنا قلنا عندنا ايه الفود تشين، يعني ايه بقى فود تشين؟ مش احنا قلنا في كذا بياكل كذا وكذا بياكل كذا؟ لو قلنا ان احنا عندنا مثلا في جراس، جراس ده بلانت حشائش، الجراس ميكس فوتوسينس بروسيس، then rabbit eat grass. A rabbit eats grass. But rabbit eats grass. يبقى rabbit get energy from، طبعا الجراس الاول اعتمد على الصن to do photosynthesis process. Then the rabbit eats grass. يبقى rabbit get energy from grass. Then after eating then snake eats rabbit. فالsnake get energy from rabbit. Then hawk eats snake. يبقى الhawk get energy from snake. Then after death of hawk جات البكتيريا
ديكومبوز يعني حللت جسم الهوب ورجعته تاني للسويل، رجعت النيوترينز يعني العناصر الغذائيه الموجوده في البادي بتاع الهوك رجعت تاني للسويل. الكلام ده بقى احنا بنسميه فود تشين، بنسميه فود تشين. يعني ايه فود تشين؟ هي عباره عن موديل يعني نموذج كده شو بيوريني الانتر اكشن ما بين الليفنج اورجانيزم وبعضها، مين اكل مين ومين اعتمد على مين، ده بنسميه فود تشين، بنسميها فود تشين، ان في ليفنج اورجانيزم ايتس انذر وان، او هي الموديل ويتش شو اللي بتوريني الانتر اكشن بتوين الليفنج اورجانيزم وبعضها. طب احنا الليفنج اورجانيزم بقى دي جوه الفود تشين بنقسم الليفنج اورجانيزم لايه؟ بنقسمها البروديوسر، كونسيومر and decomposer. producer, consumer, decomposer. the living organisms in food chain او in ecosystem divided into بنقسمها producer, consumer, decomposer. producer, consumer, decomposer. لو جينا نشوف عندي هنا في الفود تشين اللي عملناها دي هنلاقي الجراس هو البروديوسر، هو الفيرست لينك البدايه. هنلاقي الرابت والسنيك والهوك بنسميهم كونسيومر. الكونسيومر دول اللي هم الانيمالز، الانيمالز فالكونسيومر بنقول ان هم السكند لينك. طب الديكومبوزر بقى الحاجه اللي بتيجي في النهايه اللي هي الفاينل لينك، دي اللي بتعمل ديكومبوزنج وتحلل جسم الكائنات الحيه. تعال بقى نشوف سوري الديد انيمالز، تعال بقى نشوف الكلام ده. بروديوسرز اللي هي بيسموها الكائنات المنتجه اللي هم البلانتس. The living or the living organisms which can make their food by photosynthesis process. دول البروديوسر. يبقى البروديوسر living organism can make their own food اللي بيعملوا اكلهم and don't feed on other plants or animals، مش بيعتمدوا على plants ولا animals ثانيه. دول بنسميهم producer. يبقى البروديوسر they are living organisms that make their own food. طب make their own food في ايه؟ through photosynthesis process. طبعا كده يبقى البلانتس، يبقى احنا بنتكلم على البلانتس. في كمان عندي حاجة هناخدها بعد كده اسمها algae اللي هي الطحالب بتبقى موجودة في الووتر، دي هناخدها في الكونسبت اللي بعد كده. فالالجي برضو تعتبر producer. في عندي مايكرو اورجانيزمز زي برضو ما هنشوف في المارين ايكو سيستم، المايكرو اورجانيزمز برضو في منها يعتبر producer. يبقى البروديوسرز هي عبارة عن living organisms، مش بقول بقى animals لا، هي living organisms which make their food by photosynthesis process، طبعا get energy from the sun. get energy from the sun. يبقى اي بلانت بروديوسر، اي بلانت بروديوسر، يبقى انت كده تعرف ان الفود تشين تبدا ببلانت يعني ايه في الغالب. طب الكونسيومرز بقى ليها الانيمالز، الكونسيومرز ليها الانيمالز او البيردز اللي هي ايه اللي هي ايتس بلانتس اور انيمالز. يعني الكونسيومر هم ليفنج اورجانيزمز كانت دو ذير فود، كانت ميك او كانت دو ذير، كانت ميك ذير فود، كانت ميك ذير فود، ما بيقدروش يصنعوا الفود بتاعهم. because they can't do photosynthesis process او can't make photosynthesis process. يبقى ال consumer living organisms that eat another living organism to get food because they can't make their own food by photosynthesis process. فال consumer هم ال animals هو ال human وال birds هم اللي can't make photosynthesis process so they depend on a producer، بيعتمدوا على ال producer. ال consumer عندي مش نوع واحد، احنا عندنا في types ال consumer، في primary secondary tertiary. primary secondary tertiary primary consumers are consumers which eats plan، كل حاجه غير البلان يبقى هي اللي ديبند دايركتلي، تعتمد دايركتلي على البلان زي الانسكتس، وزي عندي زي مثلا عندي ممكن نلاقي حاجه زي الرابت ممكن اعتبره primary consumer لان هو ما بياكلش غير البلانت. يبقى primary consumer هم الانيمالز ذات ايت بلانتس، animals that eat plants بنسميهم herbivores for example عند الانسكت. طب السكندري consumer هم الانيمالز which eat the primary consumer، السكندري هي اللي eat the primary. زي عندي مثلا هنا البيرد بيئيت الانسكت، عشان كده اعتبرناه هنا ايه؟ اعتبرناه هنا primary secondary consumer. طب لو البيرد eat the plant directly ففي الفود تشين دي هعتبره primary consumer. يبقى انا كده عندي بعتبر هو secondary or primary على حسب الفود تشين اللي قدامي. فانا هنا عندي فود تشين عندي انسكت eat plant يبقى الانسكت هنا primary، عندي البيرد eat insect bird هنا هيبقى secondary. يبقى secondary consumer animals that eat primary consumer، يبقى secondary eat primary. for example عندي ال bird هنا لانه eat الايه الانسكت. طب التيرشري، التيرشري consumer وساعات بنسميهم top predators اللي هي بقى الحيوانات الاقوى اللي عباره عن large eating اللي هي large meat eating animals
large meat eating animals like alligator هي الانيمالز اللي بتاكل بقى اللي مفترسه بقى اللي predators. يبقى هنا عندي عباره عن animals that eat secondary consumer that eat secondary consumer زي عندي الالجيتور ممكن مثلا عندي زي اللاين زي التايجر اللي هي بنسميها التوب بريديتور او هنا التيرشري كونسيومر هي الانيمالز ويتش ايت ذا سكندري كونسيوم. طب الديكومبوزر بقى ايه؟ الديكومبوزرز دي اللي هي الكائنات المحلله. الديكومبوزرز هي عباره عن في الغالب بتكون بكتيريا وفنجاي. الفطريات والبكتيريا حاجات كده احنا ما بنشوفهاش كده غير ايه؟ يعني في مثلا البكتيريا دي كانت بي سين باي اي مش بشوفها بعين يعني. الفنجاي في فنجاي بنشوفها في فنجاي ما بنشوفهاش يعني في فنجاي ممكن نشوفها زي المشروم مثلا عندي في فنجاي مثلا زي البريد مولد فانجس لما بلاقي الفطر اللي على عفن لما العيش بيعفن فده بنسميه فانجس برضو فدي عباره عن ديكومبوزرز. الديكومبوزرز هي ليفنج اورجانيزم كاري اوت ذا بروسيس اوف ديكومبوزيشن باي بريكنج داون اور ديكيينج ذا اورجانيزم. يعني ايه ديكومبوزرز؟ هي ليفنج اورجانيزمز ويتش ميك ديكومبوزيشن. ديكومبوزيشن يعني تحلل الريمينز او بقايا الكائنات الميته. الديد انيمالز مش بتفضل كده، يعني احنا لو خدنا بالنا ان الكائنات اللي بتموت بعد مثلا شهور اللي اتحللت ما بقيش منها غير العظم، بعد فتره طويله نلاقي العظم ده اتحول لتراب. فدي بقى ده وظيفه الايه؟ الديكومبوزرز. الديكومبوزرز هي الليفنج اورجانيزمز ويتش ميك ديكومبوزيشن بروسيس او which carry out the decomposition process اللي بتعمل عملية تحلل ال dead animals اللي بتاكل الكائنات الميتة. هي مش بتاكلها، هي بتحلل جسمها وتحول جسمها للنيوترينز عناصر غذائية ترجع تاني للطبيعة، ترجع تاني للإيكو سيستم، تكون موجودة في السايل والبلانت يستفيد منها. يبقى الديكومبوزرز هي الانيمالز ويتش ديكومبوز ذا ديد بودز. ديكومبوز يعني بتحلل الديد بودز او الديكيينج يعني برضو بتعمل ديكومبوزنج للايه؟ للديد بودز زي الفنجاي اند بكتيريا. فنجاي اند بكتيريا ليه ديكومبوزرز؟ بيكوز زي ديكومبوز ذا ديد بودز، زي ديكومبوز ذا ديد بودز بيحللوا الديد بودز. زي مثلا انت عندك لو سبت عيش كده بعد يومين ثلاثة تبص تلاقيه عمل طبقة لونها جرين كده، ده بنسميه بريد مولد فانجس، فطر عفن الخبز. ده فانجاي موجود أول ما بنلاقي البريد العيش بالذات لو هو ويت يعني عيش مبلول كده مثلا يتجمع عليه ويحلله فبيعملوا ديكومبوزنج. طيب في عندي هنا اكزامبل على حاجة اسمها ميليبيدز. ميليبيدز هي أنواع من أنواع الورمز أو الديدان. الميليبيدز دي والورمز والديدان بتعمل ديكومبوزنج، بتحلل برضو اللي هي الليفنج اورجانيزمز مثلا سواء بلانت او انيمال وتعمل لها ريسايكلينج. يعني ايه ريسايكلينج؟ يعني تفتتها وتحولها نيوترينتس وترجعها للسويل. فعشان كده بتعمل ايه؟ انكريز ذا سويل فيرتيليتي. يعني ايه انكريز ذا سويل فيرتيليتي؟ بتزود خصوبه التربه. يعني دلوقتي مثلا تلاقي تسمع مثلا عن الناس الفارمرز او الفلاحين او الناس اللي عندهم في المزارع وكده بيجيبوا سماد طبيعي. السماد الطبيعي دوت للارض بيبقى حاجه بقى بتحتوي على ده على الورمز وعلى الميليبيدز. الورمز والميليبيدز بتبقى موجوده في السايل فبتعمل ديكومبوزنج، بتحلل بواقي البلانت مثلا او بواقي الانيمالز الموجوده وتعمل انكريز السويل فيرتيلتي، ان بتحول الحاجات دي انتو نيوترينتس فبتعمل انكريز للسويل فيرتيليتي، بتزود خصوبه التربه اللي بتخلي الزرع يطلع ايه احسن واسرع. يبقى الورمز والميليبيدز بتاكل الديد ماتر او الديد انيمالز وبتنتج الويستس. الويستس اللي الفضلات اللي بتطلعها دي بتبقى فيها نيوترينز. النيوترينز دي بتنكريز السويل فيرتيليتي، بتعمل زياده خصوبه الايه التربه اللي احنا بنزرع فيها. يبقى الورمز والميليبيدز يعتبروا ديكومبوزر ليه؟ لان هم فيد اون ديد ماتر، بياكلوا الديد ماتر and produce wastes وبيطلعوا wastes بقى الفضلات اللي بيتبقى منهم بتبقى عباره عن nutrients increase the soil fertility. طيب كده ايه بقى الفود تشين اللي اتكلمنا عنها؟ مين بياكل مين؟ ده بنسميه فود تشين. ده موديل بيوريني الفلو اوف انرجي او باس اوف انرجي فروم ليفنج اورجانيزم تو انذر. يعني وات ذا مينينج اوف فود تشين؟ ات از ا موديل ذات شو هاو انرجي باس فروم وان اورجانيزم تو انذر. ات از ا موديل ذات شو how energy passes from one organism to another. موديل قدامي بيوريني الانرجي بتنقل ازاي منين لفين. فيرستلي عندي البلانت هو البدايه، يبقى الفيرست لينك هو البلانت لان هو ميك اتس فود باي فود سينسز. ذن ذا برايمري كونسيومر ويتش ايت ذا بلانت، ذن ذا سكندري كونسيومر ويتش ايتس ذا برايمري كونسيومر، ذن ذا تيرشري كونسيومر ويتش ايتس ذا سكندري كونسيومر. يبقى انا كده عندي البلانت ايتن باي ماوس، الماوس ايتن باي سنيك، السنيك ايتن باي ايجل.
after death of eagle بعد ما يموت ده يحصل له ايه؟ يحصل له decomposing by decomposer. يبقى دي مش النهاية، ده النهاية عندي بيبقى ال decomposer اللي هي ال final link هي اللي بتعمل decomposing لل dead body of eagle. يبقى ال first link بيبقى عندي ال producer، ال second link بيبقى عندي ال consumer، وال final link بيكون عندي ايه؟ بيكون عندي ال decomposers هي ال final link في نهاية ال food chain اللي بتحول ال dead bodies into nutrients and recycle nutrients to the ecosystem وترجع nutrients ثاني to ecosystem. هنا برضو مديني اكزامبل على الايكو سيست، على عندي الفود تشين. عندي فور اكزامبل عندي ذا بلانت، البلانت ميك فود سينسز بروسيس يوزنج ذا سان لايت، ذن ا ماوس ايتس ذا بلانت يبقى الماوس جيتس انرجي فروم بلانت، ذن ا سنيك ايتس ذا ماوس ذن ذا سنيك جيتس انرجي فروم ذا ماوس، ذن ذا ايجل or hawk eats the snake so eagle gets energy from the snake. طبعا after death of hawk او after death of eagle it will be decomposed by decomposer، هيحصل decomposing by decomposer ويتحول into nutrients. طيب ال predators وال prey، طبعا فاكرين ال predators وال prey من primary four، predators المفترس sorry yes predators هو المفترس، prey هي الفريسة. predator هو ال animal او ال consumer that hunts or eat another animal. predator المفترس، and any consumer that hunts and eat another animal. predator هو animal eats another animal. ال prey الفريسة اللي هي ال animal which is eaten by another animal. ال prey هي ال animal which is eaten or which is hunted by another animal. predator animal which hunt. prey animal which is hunted اللي بيفترس. يعني هنا مثلا for example السنيك والماوس يبقى السنيك بريديتور الماوس بري لان السنيك ايتس الماوس والماوس ايتن باي سنيك. الهوك والسنيك يبقى هنا الهوك هو البريديتور لان الهوك ايتس السنيك، والسنيك هنا هيبقى بري لان ايتن باي ايه باي هوك. ده عندي الكلاسيفيكيشن للبريديتورز اند بري. هنا بعد كده عندي طيب نكمل الفود تشين والفود ويب في نكمل الفود ويب في الفيديو الجاي، نكمل الفود ويب.